مش قادرة أصدق الكلام اللي سمعته منك. لو ما كنت شفتها بعيني عمري ما كنت هصدق. هو اليوم باين من أوله زي الزفت. ها يا دكتور، إيه نتيجة التحليل؟ للأسف مدام سارة، هو ده دواء سارة عمال بتعطوه المدمنين، والدواء ده بيخلي الإنسان يفقد سيطرته على سلوكه. أنت متأكد من الكلام ده يا دكتور؟ آه طبعًا متأكد. ممكن أشوفها دلوقتي؟ أفضل مش دلوقتي، لأنها لسه في نوبة الهلوسة من تأثير الدواء. بنتي بتاخد حبوب هلوسة؟ المستشفى هنا فيها قسم خاص بالإدمان. أنا بقترح إنها تفضل معانا فترة، وإن شاء الله هنقدر نوفر لها الجو المناسب اللي يقدر يساعدها. ساعدها على إيه يا دكتور؟ أنا بنتي مش مدمنة. ده إجراء طبيعي ومهم، خصوصًا نتيجة التحاليل بتظهر إنها بتاخد أدوية اكتئاب. بالمناسبة، أقدر أعرف اسم الطبيب النفساني اللي مدام سارة متابعة معاه؟ أنا بنتي ما بتروحش للدكتور نفسي. بس نوع الأدوية اللي ظاهرة في التحاليل ما بتتصرفش إلا بروشتة الدكتور. حضرتك متأكدة إنها ما بتروحش لدكتور نفساني؟ طبعًا حضرتك يا دكتور مقدر منصبي وحساسيته كوزيرة، فياريت ما حدش يعرف بالزيارة دي، وياريت ما حدش يعرف إن سارة بنتي حالة عندك. ما تقلقيش يا فندم، السرية التامة من صميم مهنتي. طب أنا عايزة أعرف بقى، بنتي سارة بتعاني من إيه؟ أول لما جات لي كانت بتتعاطى كميات كبيرة من الأقراص المهدئة، لدرجة إنك ممكن تقولي عليها إدمان، وده طبعًا نتيجة المشكلات اللي كانت بتتعرض ليها وبتعاني منها. سارة عندها مشاكل كتير. وهي أكبر مشكلة عند بنتي؟ مفيش مشكلة كبيرة ومشكلة صغيرة، كل المشكلات بتسيب أثر وتراكمات جوانا مع الزمن، حتى لو كانت تبين لينا إن هي مشكلة صغيرة. سارة بتتابع مع حضرتك من إمتى؟ من حوالي سنتين. سنتين؟ بعد انفصالها عن كريم؟ بالظبط كده، ودي كانت المشكلة اللي خليتها تيجي عندي. اشتكيت لك من ايه تاني؟ ما اقدرش اقول كل اسرار المرضى بتوعي. يا دكتور لازم تقدر، انا ام وخايفه على بنتها اللي بتضيع منها. بنتي محتجزه في المستشفى لانها كانت بتتعاطى حبوب مخدره. لو سمحت عايز اعرف كل حاجه عن بنتي، وهي مالها، وايه اكبر مشاكلها. ما اقدرش اقول كل حاجه، لكن اللي اقدر اقوله ان حضرتك اكبر واهم مشكله عند ساره. أنا آسف. شلت إيده من إيديا بالسهولة دي، هان عليا لو هداري دمع عينيا، طب وقلبي هيعمل إيه؟ شلت إيده من إيديا جت منين الأسودية؟ لو ده كله بيجرى فيا يبقى هو انت فين يا شريف؟ بقالك يومين مختفي. كنتش فاضي. انت عارف انه سارة اختك في المستشفى؟ عرفت. جوزك بعت لي مسج وقال لي. جوزك؟ هو جوزي مشي بابوك برضه ولا انا غلطانة؟ ايه يا حبيبي؟ لسه واخد على خاطرك بسبب موضوع كارما؟ الموضوع ده خلص خلاص. وانا صرفت نظر عن الجوازه دي. هي ايه البت دي؟ عامله زي اللعنه، كل ما حد يقرب منها يتعلق بيها، ولما يبعد يبقى زي المجنون. انت مصطفى حتى ابوك. وانت حطها في بالك ليه؟ هي مش قدك. ايه يا شريف؟ ايه مش قدك دي؟ شريف كارما لا أول بنت ولا آخر بنت. الموضوع ده انتهى. بس انت مش عايزة تفهمي. ايه مش عايزة تفهمي دي؟ واتش يور اتيتيود؟ في ايه؟ ما تتكلم باحترام. فين مالك؟ جبتوش معاكوا ليه؟ مالك في التمرين بتاعه؟ عايزاه يشوفك في الحالة دي؟ اه اصل كنت انتوا خفتوا تجيبوه عشان خلاص انا بقيت مجنونة. محدش قال كده يا سارة، احنا عايزين نعرف منك الحقيقة.
ولا انا بقول حاجه بتصدقوني؟ على اساس كلنا بنتبلى عليكي وانت اللي صح. خليني ساكته احسن بدل ما اقول كلام يضايقكم. طريقتك دي مش هتخلينا نعرف نساعدك. انتوا عايزين ايه؟ عايزين مني ايه؟ عايزين نعرف كل حاجه مخبيه علينا. انا مش مخبيه حاجه. والدكتور النفسي اللي حضرتك بتروحي له بقالك سنتين؟ ما بروحش دكتور نفساني. انت عايزه تالفي قصص وتصدقيها براحتك. ساره انا زرت الدكتور ده وكلمته. وانتي كلمتي عايز تعرفي مني انا ايه؟ تاخدي مخدرات من امتى يا ساره؟ بابي انا ما باخدش مخدرات. صدقني انا ما باخدش مخدرات. التحاليل اللي اتعملت هنا اكدت انك بتاخدي مخدرات. مخدرات ايه؟ أنا ما باخدش مخدرات يا بابي. أنا افتكرت استهتارك وفشلك ممكن يكون في الجوازات المهببة في شغلك، إنما تدمني. إحنا مش بنحاسبك يا سارة، إحنا بنتكلم معاكي عشان عاوزين نوصل لحل للمشكلة دي. وأنا مش عايزة حد يساعدني. أنتوا خلاص شايفيني مجنونة ومدمنة وفاشلة؟ خلاص. على فكرة أنا عارفة غلطات كل واحد منكم. بس أنا ساكتة. عارفين ليه؟ عشان انا مش مهتمه. بس احنا مهتمين بيكي وخايفين عليكي. وانت مين اصلا ولا بتكلمني بصفتك ايه اصلا؟ انت مين انت في حياتي؟ ساره كلمي كويس مع انكل مصطفى. في يا ساره؟ مصطفى ما قالش اي حاجه غلط. القعده دي اصلا كلها غلط في غلط. واضح ان المخدرات لحست دماغك وما بقيتيش عارفه بتقولي ايه. كون في علمك هتفضلي مرميه هنا في المصحه لغايه ما تبطلي الهباب اللي بتاخديه. وزيرة صفينة الزهير هتسيب بنتها مرمية في المصحة عشان قعدية بقى النجاح يشمتوا فيها؟ لا 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 مش أخلاق. انت عندك ان انا موت بس محدش يقرب من اسمك او منصبك. ده رد واحدة مدمنة ومش في وعيها. انا مدمنة؟ يا انا مدمنة؟ انا بكرهك. انت ايه؟ انت امي؟ انت امي؟ انت ايه؟ انتوا ليه قاعدين معايا؟ انا بكرهكم. Fuck.